والسلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا فيكم في قناة خليل جيمنج، ومرحبا في سلسلة ليش تسوي ماينكرافت يا ضربة في الماي. هذه جزيرة السماء، جزيرة المعلقة اللي تبون تسمونها سو. اطلع برا، اطلع برا جامبو. خلنا نشوف ايش فيه. في النار تي احترق. يا 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 يا, يا. أنا شر الزايد بعد ما عدلتها. متى قاعد أقول بعد له؟ شوفوا شكل خيل. يا الله الإبداع العشوائي، الإبداع العشوائي. الليتات طبعا نتكلم عنها. انزين، سوينا آخر مرة مزرعة، حطينا لهم حشيش، حطينا لهم ستوك. الحين كيف تدخل بيت العمدة؟ انا مانع السكان، انت تدخل. اطلع برا برا، اقول شو تسوون انتو ببيتي؟ شو تسوون هاي اللي في بيتي؟ شو يسوون؟ تطلعوا برا 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 برا. ما راح يدخل حيوانين. داشين بيته عينهم قوية. لا عينهم قوية يعني يدخلون يعني. والله شو هاي علم التختشيش يابا. زين خلني بسامان حق البيت، خلني بسامان حق البيت لاني ما ادقهم اساس ما اذبح حد من السكان. حطيتي انتي زينة؟ لا 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 لا. ستيكي بيستون ديسبنسر زبالة اظني، من نفايات. بيدخلوا البيت انا عارف، حشرين. بس شو اسوي انا عمدة؟ طيب هاي مشكلتي اني طيب، مشكلتي اني طيب يعني ما بغيت اضربهم لين يموتون، مع ان كان بامكاني يعني احنا لقناهم درسا. ابا سرير اكيد اسود، اكيد طبيعي. نبا راس الديب وين صار؟ ايوه طبيعي، انا اللي صايد الديب. ابدا مش جايبنا من الشب هناك ابدا. ده يحطون لنا منطقة اثاث ويفكونا من الشغلة هاي كلها. بسوي اثاث شكلي بعدين بروحي وخلاص بفتك من الشغلة هاي. انزين نبقى هني، نبقى هني، نبقى هني. هني المكتبة، بطيح تحت عقب ما فيها. المكتبة يبالها انارة، انارة جميلة. يا الله شو الجمال هذا، مكتبة ولا اروع. شوفوا الإنارة، شوفوا 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 إنارة سبيشل هاي، بس حق منو؟ حق العمدة، بس حق منو؟ حق العمدة. قايس له طه. مش هني بس الحلو، شوفوا هني. يا ربي يا ربي، حطينا فورة هني تيج والبليت. حلا بالشير الكبار. حلا شو حلا بعد؟ هلا مو بحلا ترك يعني. واحد اثنين ثلاث، واحد اثنين ثلاث. ورثت ما نشوف. بالنسبة للطابق العلوي ورثت، بالنسبة لتحت واحد ما يبين. اوكي الحين يبين. شو رايكم بس حركاته؟ حركة برع. اوكي خلاص استسلم. العمدة طبعا محتاج يسوي شغلات. هذا شكله كبت جميل، كبت سقف. والله صراحة ديزاين. هني مكتبة التلفزيون بحطيها.
هذه مكتبة التلفزيون. كم شوفوا مكتبة التلفزيون يا رب. طبعا لما عندنا تلفزيون بنسويها بلكونة. لازم بلكونة، لازم لازم بلكونة. ايوه achievement. والله تبون صدق انا ما سهل achievement. الترا وايد، الترا وايد مرة، الترا وايد مونيتور طالع فيها الدنيا. اقولكم بعتبره خادم، هذا مو مشكلة. يا رباه يا يطالع المنظر صح ولا فيها الصوب الثاني، ولا فيها الصوب الثاني النذل. انزين وهني نكملها بإنارة جميلة هاي جنب التلفزيون، عرفتوا؟ يا ربي على المنظر عذاب. وين احط السرير؟ كبرت الصالة وايد، ما سويت مكان حق السرير. بيرقد هني العمدة، هني مش مكان رقاد. زين مش مكان نوم خير شر، بسوي له غرفة. هو طب تعرفون انتو طبعا العمدة يحب راحته من راحة مواطنينه، فسوي له غرفة، غرفة زجاج، غرفة زجاج تطلع على منو؟ تطلع على المدينة. يا ربي والله هنا فكرة رقم واحد. ينام هني، ما اعرف كيف يرقد مرتاح مع الزومبيز اللي هني، بس اوكي. اشل الشيرة بيت العمدة يعني، مسكر عليه شيرة. اوكي سوري. زين الشيرة هني ما اعرف والله، ياس تشاور الحين اخلي الشيرة مسكر عليه والأجل على الشيرة، والله مش عارف. وين بيل؟ وين الزجاج مالي؟ وين الزجاج؟ هذا من جوانب زجاج. زين بس ما في خصوصية ترى، كل حد يطالع. بس اي اوكي انه بتكبر مساحة الغرفة شوي، نبي نحس الغرفة اكبر مما هي عليه. مو مشكلة، بعتبر انه من برا عليها معاكس ما حد يقدر يشوف داخل، ولا بركب شي بعتبره ستاير. ابغى اسوي ستارة، ستارة فنانة. بيت يعني بسيط وايد، مو بصير وايد في التفاصيل، نفس بيوتهم تي بيسك سراير وهالامور. وكلهم داشين طالعين من بيتي على فكرة، على كيفهم. ما لا اعتبرهم يخدمون العمدة وقت معاملات رسمية، مش مشكلة. بيستوي يزعل بس اذا رقدوا على سريري، بيستوي يزعل من الخاطر. الله لا زعل منهم. خلي الباب هني اوكي، خلي الباب هني. رأيك مكان الباب؟ حتى الأرضية زجاج وخليها. وين الكيوب؟ حين نبى الثاني
اللي هو هذا. ايوه اوكي. صوتهم ترتيب الكآبة على فكرة، زينكم ما تسمعون صوت، عادي تضربونهم. زين الحين البلكونة، زين طبعا كله زجاج، فحتى هذا عاليا راح يكون شو زجاج. اوه استوى مكانه في الشنطة، حلو اوكي. ممر من الزجاجي، لا لازم يقدر يتمشى في المكان، يشوف الخدعة قصدي الخرويين. عيب عيب تقول عن العالم خدم، أظن هالمكان فيه خصوصية أكثر من غرفته. قوم شوي، الشير مزعج 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 مزعج. دش البيت مرة ثانية كلاب، ما لو في طريقة بس أحط قوانين أمنعهم. اوكي مستانسين مع الحمير، شوفوا نايس نايس. اوه هذا نحط له تورش بعد، ويلي يا ويلي بينور صح من الخاطر. زجاج هذا، ايه هني يدخل لفوق. نايس نايس افا، ما رمى حط عليه ليش؟ ليه رمى حط قدامه؟ لا رمى حط هني بس ما يكفي يعني. زين اوكي بنحطه بالطريقة هاي على اساس يكون منور. زين اوكي شو رد طلع الشير مرة ثانية؟ لا اصلا ما شليت اللي هني، بيت العمد احترق من بعيد لازم نبين. سقفة بخلي زجاج بعد بلوكس، يمكن بلوك زجاج بس الأرضية عساس تكون شيء غير. ولا أقول لحظة 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 لحظة، الأرضية اروم احط السرير فوقه. زين اروم اسوي بالعكس يعني، عيب بلوك احط السرير هني، اشيل حبة احط حبة هاي، نحط لنا حبة هني. ايوه هو ذا الكلام هو ذا الكلام، بتشوف النتائج في الليل الحين، بنشوف النتائج في الليل. لحظة شنطتي، خلنا نبدل هذا في هذا. زين هو المفروض ان اللعبة مسوية اني انا ما اروم اسوي هالحركة، لكن نحن بنسويها.
السقف مزينه بهذا، خلينا نحسس ان في كنا بانوراما في قسمين، وبعدين القسمين يسوون اقسام ثانية. لا السقف اهم من القاع، بس القاع الحين ساتر. شليت قطعة من تحت بتلعبس فيها انا هاي. هي في الوسط بعد ما يبغى له باب، هذا خوش باب. اوكي يا الله شوفوا محلى غرفته، شوفوا محلى غرفة العمدة، شوفوا محلاها. لحظة انا عندي هني مليون، كم غير ما كان هن. اول وحدة على الدري ونحن نازلين، هاي ثلاث. بعدين في سقف، لا هني على اساس تكون الغرفة منورة من الزوايا. هني بعد نور زيادة. في كراسي ولا نشوف؟ نبغى نسوي شيء كأنه كرسي صوفة، بني بهذا صوفة. كم هاي صوفة، هاي صوفة، هاي جلسة حلوة، وايد حلوة. نشوف ستايل هذا يركب. بوكس حلو، كبت جميل، كبت جميل. شوفي بعد برا وحشو حيد، افتكينا منهم ولا ما افتكينا؟ انت ايش عندك، ايش عندك طالعني؟ ها خوف انهم خايس طالع من بين الشيرة. خلنا ننور فراغات الشير. بعد منا حركة حلوة، شير منور. لحظة الشير مش نفس باقي الأمور صح؟ إذا أحط هذا في الوسط بتنور الشيرة، الشجرة، الشيرة، ها الشيرة. شوف هي منورة، منورة من الآخر. شوف هني شيرة منورة، والله فيري نايس، حركة وايد حلوة. حركة لذيذة الصراحة، شيرة منورة في نصف السماء، شيرة وايد منورة. فنان بيت العمدة، شوفوا وايد حلو، اميزنج. خلنا بعد هالتورش اللي في الوسط لازم اشيلها انت. ترى يو اسمي منظر، والله انه منظر. بس شو ابي اسوي؟ ابو ازيد كمية اللافا، بتقولوا لي ليش؟ بس
ما غير ليش على اساس انه بيغطي كل شيء حوله، فاموره طيبه. هذا اللي انا قاعد افكر فيه حاليا، انه يكون كنا يغطي كل شيء حوله اللابا، يعني يكون حوله كامل اللابا المكان. يعني كل شيء معلق وقفت على هاي عادي. هذا كله بيكون فيه مربع لافا كبير طالع من صوب الجزيرة المعلقة. شوفوا، تعرفون شو بيستوي الحين؟ شوي بس بخبركم. ايوه، والحين تعال وين صندوق اللابا ولا سطر اللابا مالي؟ السطر ها حللته، اقول احترق يا سطر. شوف المكان فول لابا، مشي ما يطيح في الجزيرة مالي. تشوف بعيد، هي بعيد. اوكي، بلوك بيست جيم. اوكي، خاطر اعرف يعني اللابة تنحط في سطل، كان الدنيا سهالات ترى. يبين بس شي يبل من اللابة فقط، ما في شي. يا رب، اوكي، فول لابا. وين بيوصل؟ لحظة، خلنا نلعب عليه اللابا شوي. ما تشوف من أقوى، اللابا ولا المي؟ بنشوف من أقوى. سوينا شلال جديد. عادي عادي، ونفرض انه اوكي تفجر مكان جديد. قاعد استمتع في الموضوع هذا. انا هذه يمكن الجزء اللي انا شوي مبالغ فيه، بس ها بعده قاعد يحاول يوصل مسكين. في فراغات، هي في فراغات، في فراغات قدرت ممكن اطلع فيها انا. سمر طيب اصلا. اوكي، قام يكتمل اللابا كامل، بينزل في الماء. زين، في ماي مثلا ينبع من، اوه انزل ماي من هني ينزل لين تحت. والله ينزل ماي لين تحت بعد. شوفوا في انهار ودنيا. مشكلة في اماكن تحت الارض الحين انا ترست ماي على فكرة. خلاص يعني جيت. واه الخروف راح فيها. وين يروح هذا كله؟ يا الله، كله تحت الارض. هني في شيء اصلا تحت الارض ولا خلاص هذا المكان اللي يوقف فيه؟ خلنا نشوف في شيء تحت الارض. ها يحول شو اسمه حصى، المي يحول اللابا الحصى. يعني في هالمنطقة هاي راح
شوفون عندي وايد حصة. هي شوفوا يعزلون نفسهم ويكونون حصة. Very nice. Very nice. خيمة رومش الغيمة. لا مرم. خلنا نصير نشوف بيت العمد وننهي الحلقة. أنا أظني هذا وقت الحلقة. خلاص طولت أكثر من المفروض. كل مرة طول للأسف. سدان الليل. شفناها صراحة في الليل. هاي الجزيرة المعلقة وهاي بيت العمدة. الحين في خطة مكتبة أصلا. فصبركم علي شوي. نشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة. حلقة قادمة. ولا تنسون لايك سبسكرايب وشير للفيديو.